بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 178. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. سبق الحديث في صدر باب حد قطاع الطريق، وبينتم ترتيب العقوبات عليهم عند قوله: فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن نعم. قتل نعم. إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن أجملنا عقوبات أصحاب قطاع الطرق بحسب جرائمهم، والآن نتابع كلام المصنف بالتفصيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال، يعني أنه لا يشترط المكافأة بين القتيل والقاتل، لا كما سبق في باب الجنايات أن من شروط القصاص المكافأة. هنا لا ينظر إلى المكافأة، من قتل مكافئا له يعني مساويا له في الحرية أو في غيرها أو غير مكافي فإنه لا ينظر في تطبيق الحكم عليه، لا يتفاوت هذا مكافئا أو غيره. نعم، كالولد والعبد والذمي. كالولد، فلو أن الوالد قتل ولده في الحرابة، سبق لنا أنه ما يقتل الوالد بولده في الجنايات ولا يقتص منه، لكن في الحرابة يقتل الوالد. نعم، والعبد والذمي. والعبد، لو أن العبد صار مع المحارب، لو أن مثلا المقتول عبدا صاحب المال. نعم، عبد، والقاتل حر مع قطاع الطرق حر، وقتل عبدا، فإنه لا ينظر إلى المكافأة والحرية والرق في هذا، بل يطبق الحد على الحر ولو كان القتيل عبدا. نعم، قال: فمن قتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. هذا الحكم الأول، أنه يقتل ويصلب على خشبة بعد قتله حتى يراه الناس، ثم ينزل بعد ذلك ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم، ولكن هذا حد من الحدود لا يخرجه من الإسلام. نعم، في تحديد لمدة صلبه؟ حسب الحاجة، حسب الحد حتى يشتهر، فإذا اشتهر وتعالم أهل البلد به فإنه ينزل وتجرى عليه أحكام الجنائز. نعم، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. هذه الحالة الثانية، إذا قتل وأخذ المال، قتل المعتدى عليه وأخذ ولم يأخذ المال، فهذا يقتل حتما، يعني لا يدخله العفو ولا ينظر إلى المكافأة فيه بين القتيل والقاتل، بل يقتل على أي حال ولا يصلب، إنما الصلب في من قتل وأخذ المال. نعم، وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. هذا الذي سبق، إذا قتلوا النفس، أما إذا جنوا على الطرف بأن قطعوا يدا أو رجلا أو عضوا فإنه يتحتم قطع الطرف منهم المشابه للمجني عليه حتما، وليس هذا من باب القصاص وإنما هو من باب الحد. نعم، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق. هذه الحالة الثالثة، إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا ولم يقطعوا طرفا، وإنما أخذوا المال بالقوة، قوة السلاح والتهديد، فهؤلاء يطبق عليهم قوله: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فيقطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف ورجله
اليسرى من مفصل الكعب الذي هو معقد الشراك الذي تحت معقد الشراك المفصل الذي يجمع بين القدم والعقب تحت معقد الشراك وليس هو الكعب الذي في أسفل الساق. نعم نعم. قال وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا يعني يشترط النصاب فلو أخذ دون ما يقطع به السارق فإنه لا يطبق عليه حد الحرابة لأن هذا شيء يسير. نعم. قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي يعني في مكان واحد بأن تقطع اليد ثم الرجل مباشرة ولا تقطع اليد اليوم والرجل بعد مدة لا لازم جميع لأن هذا حد ولا بد من إقامته جميعا في موقف واحد وحسمتا يعني بأن يعمل شيء يمنع النزيف. نعم. ثم خلي سبيله إذا طبقت عليه العقوبة لا يسجن وإنما يترك. نعم. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا هذا الحالة الرابعة إذا أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وإنما أخافوا الطريق وهددوا الناس فهؤلاء يطاردون ولا يتركون يأوون إلى بلد حتى يتوبوا إلى الله ويحرموا من أهلهم ومن أموالهم ومن بلادهم. نعم. قال نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد. نعم. وربما يقال اليوم أنهم يطردون إلى دولة أخرى يطردون يسفرون إلى دولة أخرى. نعم. وربما تسحب جنسياتهم مثلا. نعم. وقد يكون السجن نفيا هذا عند الحنفية يرون أن النفي أو ينفى من الأرض يعني السجن. نعم. ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب إذا تاب قاطع الطريق فإن كان بعد القبض عليه فإنه لا ينظر إلى توبته بل يطبق عليه الحد أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه قبل أن يقع في الإمساك فإنه حينئذ تقبل توبته في شيء دون شيء تقبل توبته فيما هو لله عز وجل من نفي وقطع وتحتم القتل تحتم الصلب وتحتم النفي من الأرض لكن يؤخذ بمال الآدميين من باب القصاص يؤخذ بمال للآدميين من المال ومن النفس ومن العضو. نعم. لأن التوبة لا تسقط حق المخلوق بل لا بد من أدائه إليه أما حق الله جل وعلا فهو مبني على المسامحة فيسقط بالتوبة. نعم. قال ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. نعم. وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال. نعم. إلا أن يعفى له عنها إلا أن يعفو المخلوق له عنها أما إذا لم يعفو فلا بد من إعطاء المخلوق لا بد من إعطاء المخلوق حقه بقصاص أو غيره أو إعطائه ماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله نعم هذا دخول في بحث آخر انتهينا من حكم قطاع الطريق. نعم. ننتقل إلى الصيالة. الصيالة هي أن يدافع يهاجم أحدا من الناس من أجل قتله أو من أجل الفجور بحرمته أو من أجل أخذ ماله يصول عليه الصيالة بدون بالغلبة يعني. نعم. قال ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله صال على نفسه يريد قتله أو على ماله يريد أخذه أو على حرمته يريد الفجور فيها. نعم. آدمي أو بهيمة الصائل سواء كان آدميا أو الصائل بهيمة كالجمل ونعم فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. نعم إذا صال عليه شيء آدمي أو بهيمة يريد مثلا أن يضره نعم.
في نفسه أو في ماله أو في أهله فإنه يدافع، المسؤول عنه يدافع عن حرمته وعن نفسه وعن ماله ولو بالقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل قال إذا جاءني أحد يريد مالي قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني قال فقاتله، قال أرأيت إن قتلني إن قتلته قال فهو في النار، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت في الجنة. فالذي يدافع عن نفسه أو ماله أو حرمته إذا قتل فهو شهيد. الحمد لله فهو شهيد. نعم. قال بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. نعم، يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن كان يكفي فيه الزجر ويذهب الصائل أو الضرب ويذهب أو القتل إذا لم يندفع إلا بقتله فله ذلك. نعم. فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. ولا ضمان عليه في قتله لأنه مأمور بذلك، مأمور أن يدافع عن نفسه ولو ترتب عليه قتل للصائل، لأن ما ترتب على المأذون به فهو هدر. نعم. وإن قتل فهو شهيد. إن قتل المصول عليه دون نفسه وحرمته وماله فهو شهيد، بل إنه يلزمه الدفع عن غيره أيضا، الدفع عن غيره لو صيل على أحد فإنه يجب نصرة المصول عليه والدفاع عنه، أو صيل على حرمته أو على ماله فلا يجوز لمن حضر من المسلمين أن يتركه، المسلم أخو المسلم لا يسلمه. نعم. يكون واجبا عليه لو حضر. نعم واجب. نعم، كما يدافع عن نفسه وماله وحرمته يدافع عن أخيه المسلم. نعم. الشيخ، هل هذا فيه بالغ إكرام المسلم أنه لو قتل دون نفسه فهو شهيد أن يبلغ الشهادة؟ نعم، حتى لو قتل في دفاع عن أخيه فهو شهيد. نعم. الحمد لله. قال ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. أما المال لا يلزمه، يعني له يبيحه له كيف، لكن ما يبيح له نفسه يقتله، لأنه ليس له هو أن يقتل نفسه فلا يبيحها لغيره. الحرمة أيضا لا يجوز له أن يبيح حرمته لغيره، لأن هذه فاحشة ومنكر، فلا يجوز له ذلك. أما المال فأمره سهل، لو يباح له أنه يدافع عنه أو يتركه. نعم. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. هذا حكم الذي يدخل البيوت لأجل التلصص، هذا حكمه حكم الصائل قبل أن يسرق، هذا حكمه حكم الصائل قبل أن يسرق، أما إذا سرق صار حكمه حكم السارق. حكم السارق، لكن هذا قبل أن يسرق، إذا دخل مجرد الدخول من غير إذن هذا يكون حكمه حكم السائل، يدفعه بالأسهل فالأسهل ولو بالقتل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قتال أهل البغي. وهذا مما يدل على حرمة المسلم وحرمة الأمن، حرمة الأمن، وإذا كان هذا يجرى مع الصائل فكيف بقاطع الطريق، كيف بالسارق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قتال أهل البغي. لكن قالوا يلزمه الدفع عن نفسه، لاحظ هذا. نعم. يلزمه الدفع في غير الفتنة، أما إذا كانت فتنة فلا يلزمه الدفع، مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه. رضي الله عنه. فإذا كان في فتنة ويخشى أنه إذا قتل الصائل يصير فيه فتنة وقتل بين المسلمين، سفك دماء، فإنه بالخيار، إن شاء يدافع عن نفسه وإن شاء أن يكف درءا للفتنة، كما فعل عثمان رضي الله عنه لما دخلوا عليه البيت فإنه تركهم ولم يدافع، عنده ناس وأمرهم بأن لا يدافعوا، لأنه ما يحب أن يحصل فتنة بين المسلمين بسببه. رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه وجزاه المسلمين خيرا. نعم. قال رحمه الله باب قتال أهل البغي. نعم، هذا هو الصنف الثاني من الخارجين عن قولة الإمام، وهم أهل البغي الذين يريدون نزع السلطة وشق عصا الطاعة. لا شك أن الله أوجب على المسلمين طاعة ولي الأمر. نعم. وعدم الخروج عليه، لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني،
قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن سلب مالك وضرب ظهرك. وقال: اسمعوا وأطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا، عندكم عليه من الله برهان. هذا لأجل حفظ الأمن وحفظ الكلمة، ومن أجل بقاء جماعة المسلمين، ودرءا للفتن والشرور وسفك الدماء، حتى ولو كان الإمام ليس مستقيما وعنده معاصي، فمعاصيه وإثمها عليه، لكن الخروج عليه يترتب عليه مضرة أعظم، وهو سفك الدماء وضياع كلمة المسلمين وتسلط العدو عليهم. فيحصل من الشرور الخروج عليه على ولي الأمر أكثر من الضرر الذي يحصل بالصبر على مضرته وعلى كونه فاسقا أو كونه، لأنه إذا كان فاسقا ففسقه على نفسه وإثمه على نفسه، خلاف ما لو قاموا عليه فإن الأمر يزيد شرا. فلذلك درئت الفتنة بالسمع والطاعة على أي حال ما لم يصل إلى حد الكفر البواح الظاهر. فهذا من درء المفاسد وجلب المصالح للمسلمين، لأن المسلمين بحاجة إلى الاجتماع، لأنهم لو تفرقوا لتسلط عليهم عدوهم، فلا بد أن يجتمعوا، ولا يجتمعون إلا بقيادة، لا يجتمعون إلا بقيادة يكونون تحتها، ولا قيادة إلا بطاعة وسمع وطاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فيجب الطاعة لولي الأمر، إلا إذا أمر بمعصية فلا يطاع في هذه المعصية ويطاع في غيرها مما ليس بمعصية. نعم. قال رحمه الله: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. هذا ضابط البغاة، إذا خرجوا على الإمام يريدون شق عصا الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد شق عصا الطاعة فاقتلوه. نعم. لهم شوكة ومناعة، لهم شوكة. الشرط الشرط الأول أن يكونوا جماعة. فإن كان واحدا أو اثنين الواحد لا يضر، لكن إذا كانوا جماعة هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون هذه الجماعة لها شوكة، معها سلاح ولها منعة وقوة. الشرط الثالث أن يكون لهم تأويل سائغ. تأويل سائغ يعني له وجه، ربما يكون شبهة لهم سبب أنهم فعلوا ما فعلوا، فهؤلاء يقال لهم بغاة. أما إذا كان ليس لهم تأويل أو تأويلهم غير سائغ فهؤلاء خوارج، الذين ليس لهم تأويل أو تأويلهم غير سائغ بل هو باطل، هؤلاء يقال لهم الخوارج. نعم. وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه. على الإمام يتخذ الإجراءات، أولا أنه يراسلهم ويسألهم وش السبب الذي حملهم على الخروج عن طاعته، فإن ذكروا شبهة كشفها، أو ذكروا مظلمة عليهم أزالها عنهم. نعم. قال: فيسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها. نعم، لأن إزالة الظلم واجب. نعم. وإن ادعوا شبهة كشفها. وإن ادعوا شبهة أي دليلا من الشرع من الكتاب والسنة اعتمدوا عليه وهم لا يفهمونه، فإنه يرسل لهم من العلماء من يوضح لهم هذا الشيء، كما أرسل علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج فناقشهم وجادلهم حتى رجع منهم 6,000. نعم. فإن فاءوا وإلا قاتلهم. فإن فاءوا يعني رجعوا عن بغيهم وعادوا إلى الطاعة تركهم، وإلا إن لم يرجعوا فإنه يقاتلهم. والأصل في هذا قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا إذا كان الفئتين إحداهما معها الإمام، إحداهما معها الإمام، معها الإمام. وقد يكون الفئتين ليس معهما إمام كما يأتي. نعم. قال: وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان. إذا اقتتلت، هذا إذا كان ليس معهما الإمام، إذا كانت طائفتان بغت إحداهما على الأخرى وليس مع إحداهما الإمام. أما إذا كان مع إحداهما الإمام فهذا كما سبق. فإذا بغت طائفة على طائفة لعصبية، وهي القبلية التي تكون بين القبائل لا لأمر ديني وإنما نخوة الجاهلية، نعم، أو رئاسة، كل قبيلة تريد الرئاسة على الأخرى، نعم، فهما ظالمتان، كلاهما ظالم للآخر. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. نعم. وتضمن كل واحدة ما أتلفت الأخرى أو ما أتلفت للأخرى، ما أتلفت على الأخرى. نعم. في الصنف الأول في الفرقتين التي مع إحداهما الإمام لا ضمان بينهما، ما تلف لا ضمان فيه من الطائفتين. نعم. أما إذا كان ليس مع إحداهما الإمام فكلاهما ظالم، فتضمن إحداهما ما أتلفت على الأخرى من نفس أو مال، لأنهم كلهم ظلمة. نعم. أحسن الله إليكم. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. نعم. نعم. قال رحمه الله بعد ذلك: باب حكم المرتد. هذا هو الحد الأخير، وهو حكم المرتد. والردة هي الرجوع عن الإسلام. السلام عليكم. الرجوع على الإسلام، الردة في اللغة الرجوع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، أي لا ترجعوا عن قتال العدو. فالردة في اللغة هي الرجوع، وأما الردة في الشرع فالمراد بها الردة عن الدين. وحد المرتد هذا لأجل حماية العقيدة وحماية الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيده في الآخرة. أما في الدنيا فإنه يقام عليه حد الردة، قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا دليل على قتل المرتد من السنة، وهو محل إجماع بين العلماء. لكن ما يتفوه به الآن بعض المنتسبين إلى الإسلام أو المنتسبين إلى العلم بأن الإسلام ليس فيه قتل المرتد، فهذا افتراء على دين الله عز وجل، وجحود لما هو ثابت في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قتل المرتد هذا من ضروريات الدين من أجل حماية العقيدة من التلاعب. فالردة هي الرجوع عن الإسلام. وبماذا تكون الردة؟ تكون إما بقول، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يستهزي بالقرآن أو بالسنة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يسخر من دين المسلمين. مجرد الكلام إذا صدر منه فهو مرتد. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أنهم قبل أن يقولوا مقالتهم أنهم كانوا مؤمنين، فلما قالوها صاروا مرتدين، وليس كما يقول بعض
الغالطين أن هذه نزلت في المنافقين. المنافقون ليس معهم دين أصلا، نعم، ولكن هؤلاء مؤمنون، ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، دل على أنهم مؤمنون، وأن الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته يعتبر ردة عن الإسلام إذا صدر من مسلم، فإنه يرتد بذلك عن الإسلام. هذه الردة بالقول، الردة بالفعل، كان يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو غير ذلك من الأفعال الشركية، فإن هذه ردة بالفعل، أو بالشك أو بالاعتقاد، أو بالاعتقاد. النوع الثالث الاعتقاد، أن يعتقد بقلبه أن الإسلام غير صحيح، وأن الرسول غير صادق، وأن القرآن ليس حقا وليس من عند الله أو ليس هو كلام الله، فهذا إذا اعتقد هذا ولو لم يتكلم فإنه كافر، لأن المنافقين كانوا يتفوهون بالإسلام ويعتقدون ضده فأكفرهم الله عز وجل. فإذا اعتقد بقلبه ما يقتضي الردة ولو لم يتكلم ولو لم يفعل، فإنه يكون مرتدا عن دين الله عز وجل ولو تظاهر بالإسلام. الرابع الشك، والشك هو التردد بين أمرين، فإذا شك في صحة القرآن وصحة السنة أو صحة الرسالة، يعني والله يحتمل أنه صحيح ويحتمل أنه ما هو صحيح، متردد بين هذا وهذا، فهذا مرتد عن دين الإسلام. إذا شك في قلبه فهو مرتد عن دين الإسلام، وهذا بخلاف الوسواس. الوسواس ما يضر، إذا جعل إنسان وسواس وجاء عنده خواطر سيئة، هذه من الشيطان لا تضر، لكن إذا صار عنده شك تردد، ما هو وسواس وإنما هو تردد في هذا الأمر، هل هو صحيح أو ما هو صحيح، فهذا هو المرتد. أما الموسوس فلا حرج عليه ما لم يتكلم أو يعمل. قال صلى الله عليه وسلم: عفية لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وجاء أناس يشكون إليه من الصحابة هذا الشيء، وذكروا كراهتهم له، وأن أحدهم يحب لو يلقى من شاهق أيموت أهون عليه من أن يتكلم بهذا الشيء، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. وقال: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. فمجرد الوسواس لا يضر، إنما الكلام في الشك وهو التردد، فهم في ريبهم يترددون. فهذه الأنواع يرتد بها المسلم: أولا الكلام، كلام الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الثاني العمل، كان يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. الثالث الاعتقاد بالقلب، حتى ولو لم يتكلم ولم يعمل، إذا اعتقد ضد الإسلام وبطلان الإسلام فهو مرتد، ولو كان يصلي ويصوم ويحج، لأن هذا عمل المنافقين. النوع الرابع الشك، وهو التردد بين صحة الدين وعدم صحته، هذا مرتد عن دين الإسلام. هذه أنواع الردة. نعم، أحسن الله إليكم. وأسباب الردة كثيرة، لكن هذه ضوابطها، وإلا فأسبابها كثيرة، قد ذكر العلماء منها عددا كثيرا، كما في كتب الفقه وكما في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه ذكر نواقض الإسلام، يعني ذكر أهمها وأكثرها وقوعا، وإلا فإنها كثيرة، من أراد أن يطلع عليها فليراجع كتب الفقه. وعلى سبيل المثال كتاب المقنع في فقه الحنابلة في باب المرتد. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. نحتاج جزاكم الله خير فضيلة الشيخ إلى استفاضة في هذا من جانبيه، من الجانب الأول أنواع الردة مثل ما تفضلتم بالقول والعمل والاعتقاد والشك وأسبابها أيضا، كما نحتاج الجهة الأخرى إلى تهدئة بعض الشباب في ظاهرة التكفير بسهولة وأن يكفر فلان وفلان. لكن الآن انتهى وقت الحلقة، نشكر لفضيلتكم ما تكرمتم به من الشرح والبيان، ونشكر لمستمعينا الكرام
ابتاحتهم وقتهم ومتابعة هذا البرنامج، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. كانت هذه نهاية حلقتنا مع فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان جزاه الله خيرا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع. حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.